نعم ها سأتكلم في الحديث. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام المرء من حسن من حسن نعم المرء تركه تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعنيه. نعم الترجمة نعم رواه الترمذي. نعم الترجمة. أبي أبي هريرة ده الله بعد ده قط بنا قط بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط من قط بنا من برسه إسلام ده الله قط بق بق جال نو برك ده من برجوج. ما شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك.